فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عندما دعا شعيب قومه ليطيع الله ويتقوه وأن يوفوا الكيل ولا يبخسوا الناس أشياءهم وأن لا يكونوا مفسدين في الأرض ردوا عليه: إن كنت صادقا في دعوى النبوة فادع الله أن يسقط علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. وعندما استمروا في تكذيبه أصابهم حر شديد وصاروا يبحثون عن مكان يستظلون به، فتكونت سحابة عملاقة حسب تصنيف السحب، وهذه السحابة تتكون في ظروف خاصة من حيث ارتفاع درجة الحرارة على السطح، وهذا ما حدث فعلا حيث كان الجو حارا جدا، وهذه الحرارة المرتفعة أدت إلى ارتفاع الهواء وتشكل السحابة العملاقة التي شكلت ظلا فتجمعوا تحتها من شدة الحر. ثم نزل عليهم وابل كثيف من حبات البرد وأمطار غزيرة وصواعق شديدة وبرق سببت حرائق كثيرة، علما بأن درجة حرارة شعاع البرق هو تقريبا 33,000 درجة مئوية، وإحصائيا يسبب البرق حرائق وحدوث وفيات بين البشر والحيوانات ويحرق الأشجار.